حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم مجددا وهذه المره للحديث عن فوز طلاب قسم علوم الارض بالجامعه الالمانيه بمجموعه من الجوائز في مؤتمر دولي اجروا مجموعه من البحوث والدراسات اهلتهم للحصول على 3 جوائز. طبعا هذه الجوائز كانت على مستوى رفيع، تمكنوا من خلالها عبر بحوثهم ودراساتهم في مجالات علوم الارض من تحقيق هذه الجوائز 3. راح نتكلم بشكل اكثر تفصيلي حول فوزهم، وراح نتكلم ايضا حول قسم علوم الارض بالجامعه الالمانيه، ضروره وجود ابحاث متخصصه في علوم الارض، خاصه السلطنه كما هو معروف هي كنز من الجيولوجيا في طبقات الارض المختلفه. كل هذه الموضوعات نتكلم عنها من خلال وجود جمله بنت محمد الجابريه، طالبه بالجامعه الالمانيه. مساء الخير جمله، مبروكين ايضا على الفوز. شكرا. يا مرحبا فيك، وايضا نرحب بصابره بنت حمزه الشخصيه، طالبه بالجامعه الالمانيه، وايضا نبارك لك هذا الفوز. حياك الله، يا مرحبا فيك. نبدا معك جمله، وتكلمينا بشكل تفصيل اكثر حول هذه المسابقه، مشاركتكم في المؤتمر، كيف جاءت مشاركتكم في المؤتمر؟ اول شيء طبعا صار في تواصل بين الجمعيه الامريكيه لعلماء النفط والجيولوجيا مع جامعتنا، ومن خلالها حصلنا موافقه ان نشارك في المؤتمر. وطبعا كان لنا 3 مشاركات في المؤتمر، شاركنا في مسابقه الامبيريال بيرل اوورد، ايضا مسابقه افضل ملصق، ومسابقه امتحان الاتحاد الاوروبي. ممتاز. ايش المؤتمر يناقش بالضبط صابره؟ هو هذا المؤتمر كل بعد 2 يقام في البحرين، ويعتبر من اكبر المؤتمرات في هذا المجال، مجال النفط والغاز وعلوم الجيولوجيا. ايوه. وتنضم عديد من المختصين من تقريبا 50 دولة، وايضا طلبه من الشرق الاوسط، وكان يعني تجربه رائعه لنا ان كنا نقدر نقابلنا المختصين في هذا المجال، وايضا حصلنا نصائح من عندهم، فكانت تجربه جدا. طيب جمله، ايش الجوائز 3 اللي فزتوا فيها؟ فزنا المركز 3 في مسابقه الامبيريال بيرل اوورد، وفزنا. ايش هي هذه المسابقه؟ هذه المسابقه عباره عن يعني اعطينا مجموعه من البيانات، بيانات من السيزمك وايضا بيانات من الابار النفطيه. جميل. وكان علينا تحليل هذه البيانات. انتوا ايش البيانات اللي حللتوها؟ بيانات السيزميك وبيانات من الابار النفطيه، كان علينا ان نحللها لدراسه فرص العثور على النفط والغاز في سواحل نيوزيلندا. وفي النهايه كان علينا تقديم عرض امام لجنه حكم مكونه من 3 خبراء. كيف حصلتوا على هذه البيانات؟ هالبيانات من الجمعيه الامريكيه لعلماء النفط والجيولوجيا. ارسلوا لنا هذا، وكان عندنا 6 اسابيع نشتغل بشكل مكثف يوميا تقريبا. وفي النهاية قدمنا عرض أمام لجنة خبراء من شركة أرامكو وشلمبرجير، وأيضا الرئيس الإقليمي للجمعية الأمريكية لعلماء النفط والجيولوجيا. طيب في المؤتمر كيف اشتغلتوا على هذا تحليل هذه البيانات على مدى 6 أسابيع؟ كنا يعني تقريبا كان في طبعا في إرشاد من الجامعة من قبل الدكتور الجامعة، وكنا نجلس نشتغل يوميا في الجامعة في المختبر، عندنا في الجامعة مختبر شلمبرجير، معد المختبر برامج مختصة لتحليل بيانات اللي هي السايزمك وأيضا الآبار النفطية. ممتاز. الجائزة الثانية صابرة؟ كيف؟ الجائزة الثانية ايش كانت؟ الجائزة الثانية كان في المؤتمر، كان في امتحان معد من المنظمة الأوروبية للعلماء والمهندسين في مجال النفط. ممتاز. فكان المسابقة بين 20 فريق، وإحنا فزنا في المركز الأول، وكان الامتحان يختبر معلوماتنا السابقة في مجال الجيولوجيا والنفط والغاز. إيش طبيعة هذا الاختبار يعني؟ أعطونا مثل أجهزة، وكل فريق معاه يعني نختار إيش الجواب الصحيح، وكل فريق اللي جاب جواب الصح ينتقل للمرحلة اللي بعدها. أنتوا هذه الجائزة المسابقة حصلتوا على المركز الأول؟ أيوة المركز الأول، وإن شاء الله راح نروح للنمسا شهر 5 ونمثل الشرق الأوسط هناك إن شاء الله. طيب والجائزة الثالثة؟ الجائزة الثالثة كانت أفضل ملصق معدة من طالبة أحلام الجابري من أيضا من جامعتنا، وكان عنوان الملصق تباين جاذبية النفط عبر سلطنة عمان، وكانت هذه النتيجة من هي عملة تدريب في شركة تنمية نفط عمان، وكان مشرفها الدكتور محمد الغماري، وكان هذا نتائج بحثها هناك في الشركة. ممتاز. طيب يعني جملة، أنتوا إيش المؤهل اللي جعلكم تحصلوا على هذه الجوائز 3؟ يعني السبب يرجع إلى اجتهاد شخصي من قبلكم، المقررات الدراسية التي تدرسوها في قسم علوم الأرض؟ طبعا أول شيء تم اختيارنا للمشاركة في هذا المؤتمر، تم اختيارنا من قبل الدكاترة في القسم عندنا بناء على تحصيل الدراسي ومشاركاتنا الفعالة في عدة مجالات، وهذا يرجع للدراسة اللي جالسين ندرسها يعني في الجامعة
عدة مجالات، يعني نحن ندرس علوم الأرض، ما ندرس جيولوجيا فقط، ندرس جيوفيزياء وندرس الجيوكيمستري والجيولوجيا يعني. طيب صبر، ايش المتعة في دراسة هذا التخصص؟ يعني الدراسة يعني على الرغم منها صعبة، يعني انتم تدرسوا يعني امر متعلق بطبقات الارض وجيولوجيا، امر معقد بعض الشيء، لكن ايش المتعة في دراسة هذه المجالات تحديدا؟ مثل ما قلت التخصص جدا صعب، بس المتعة ان نحن نعرف في كل سمستر يكون عندنا رحلات، مبيت نبات برا ونسافر، سافرنا لألمانيا لإسبانيا، فهذا المتعة في التخصص ان احنا نروح للخارج، ما بس في الصف يعني، ونعمل يعني مثلا السنة الماضية رحنا لإسبانيا وعملنا خريطة للمنطقة، ويعني نستكشف ونطبق اللي ندرسه في الكلاسات ونطبقه في العمل الميداني. وش اللي اكتشفتوه في عمان تحديدا؟ شيء ما كنتوا تعرفوه عن عمان فتفاجأتم بأن عمان كنز جيولوجي يعني في طبقات الأرض. أيوة، فجيولوجيا عمان مميزة، مثلا جبل عمان في الشمال بإمكاننا نرى طبقات من الأرض تقريبا 30 كيلومتر، وتقريبا قبل 80 مليون سنة هذه الطبقة من المحيط أتت إلى سطح الأرض، وبإمكاننا نشوفها في الجبال في السلطنة. فهذا الشيء كثير من الجيولوجيين من أوروبا من دول العالم يأتوا إلى عمان فقط لرؤية هذه الطبقات من الأرض. وانتوا درستوها وتعرفتوا عليها. إذن دراستكم ما فقط جانب نظري، تتعرفوا على جانب عملي أيضا. طيب إيش المجالات اللي من الممكن العمل فيها في تخصصكم؟ يمكن العمل في مجال النفط والغاز، أيضا في مجال موارد المياه، في المعادن، في التنقيب عن المعادن. في بحوث تشتغل عليها يعني إضافة إلى الجانب العلمي في الدراسة، تشتغل على بحث مثلا جملة يعني بين فترة وفترة؟ حاليا أنا أشتغل في بحث التخرج، مشروع التخرج. عن إيش راح يكون؟ راح يكون عن كائنات مجهرية دقيقة في البحر تسمى الفورمانيفرا، ومشروعي هو أني أقارن هذه الكائنات اللي عندنا في السلطنة، أقارنها بالميديترينيان سي وساوث إيست إيجيا. طيب يعني صابر، أنتوا الآن في هذا المؤتمر الدولي، إيش الفائدة الحقيقية اللي جنيتوها من تواصلكم تفاعلكم مع طلاب من مختلف الجامعات من مختلف الدول؟ كان هناك اختلاط بين الثقافات، وأيضا شفنا أنه في اختلاف حتى في المستويات بين الطلبة، ما قصدنا بس أنه من المستوى الدراسي، أيضا يعني كيف أن نطبق دراستنا، وأيضا حصلنا فرص أن نقابل مختصين في هذا المجال، وشجعونا كثير أن نعمل في قطاع النفط والغاز، يعني أن الحين مجال النفط والغاز في أزمة لأن سعر البترول نازل، بس بعد شجعونا لأن هذا المجال دائما في تطور وإن شاء الله راح يرتفع سعر البترول. طيب يعني بحوثكم يعني ممكن الحكم عليها أنها بحوث أكثر يعني عمقا، أكثر تميزا من البحوث الأخرى للدول الأخرى، يعني انتم كيف شفتوا مستوى تقدمكم في بحوثكم مقارنه بالاخرين؟ يعني مستوى على مستوى الموضوعات اللي هم يناقشوها، المواضيع مختلفه، على مستوى البحث العميق تشتغلوا على انفسكم اكثر منهم مثلا؟ كاول مشاركه لنا في هذا المؤتمر حققنا كثير من الانجازات، احنا بصراحه ما توقعنا نحقق هذه الانجازات، فبصراحه انه كاول مشاركه وحققنا ثلاث جوائز، نحس ان احنا تعمقنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله للأمام دائما. إن شاء الله نشوفكم كل التوفيق، ونشوفكم إن شاء الله على رأس العمل، محققين الإنجازات، مكتشفين هذه الكنوز الجيولوجية للسلطنة. نشكركم على وجودكم معنا، الطالبة بالجامعة الألمانية جميلة بنت محمد الجابرية، شكرا لك يا جميلة موفقة، وشكرا لك أيضا صابرة بنت حمزة الشخصية طالبة بالجامعة الألمانية، شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا مستمرين معكم، ما زالت معنا مجموعة أخرى من المتابعات. حديثنا القادم راح يكون عن صندوق الرفد، راح نتكلم بلغة الأرقام، عدد المشاريع اللي مولها صندوق الرفد، قيمة المشروعات التي مولها صندوق الرفد، وأيضا إلى أي درجة نجحت هذه المشروعات من خلال سدادها وإيفائها بسداد قيمة هذه القروض. لكن قبل ذلك ناخذكم الى مجموعه من المشروعات الناجحه التي مولها صندوق الرفد، بعدها راجع لكم وحوار اكثر تفصيلي.